صف المعارك. السلام عليكم الإخوان أخوات، سلام الله عليكم جميعاً، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. إنما كنتم هيهاتين أنتم هيهات. كنعتقد أن راه الإخوان يكونوا دخلوا للبث الأولاني، يعني ما كاينه جوج دقائق كانت دارت فتحت البث، ولكن ما خلاتنيش نقلب الكاميرا لأن الكونفيغوراسيون بعض المرات كتنسى ليا، واليوتيوب دخل واحد التعديلات جديدة، وديك التعديلات منا أن قبل ما تبدا البث خصك تختار واش واقفة الكاميرا أولا ناعسة، فللأسف الكاميرا ما عنديش كي ندير تنوقفة. خصني نعسى يا رايين ولفتنا نتسهروا صفر سمير كنعتذر اخويا. المهم الاخوان اخوات اهلا وسهلا بكم كاملين لي زادمين ادمينات، اهلا وسهلا اهلا غزلان فطومه دوجا قال لي سهرين معنا هذه الليله هذه. فاتمنى يعني تكونوا توصلتوا بالبث. اهلا نزرايان معنا حتى هي جميع الاخوان الاخوات. كاين واحد الخبر انا يعني اليوم كنت معول غادي نعاود لكم على هادشي ديال علاش انا كنعارض النظام ديال المغرب وعلاش هادشي كامل وعلاش انا ما نكونش بحال الخرياشه اللي كاينين في اسبانيا، وانت انا نبقى ندافع على النظام ديال بلادي، ماشي بلادي، النظام اللي كيتكرفس على بلادي خصني ندافع عليه. فكنظن كنا عارفين ولكن ما فيها بس نذكروا بعضياتنا لان كاين بعض الاخوان اللي كيتجاهلوا هاد الامور هذه. الخبر اللي جا من عند واحد الاخ راه كاين اخ ريفي من الريف، ما كنعرفش السميه ديالو مزيان، كنت عاقل عليه واحد الوقيته ولكن مشات ليا. هو هذا كيعيش في هولندا ولا بلجيكا والله ما عقلت. هو هذا الخبر جديد في الميكا ديال، اقسم لكم بالله العلي العظيم الاخوان هذا الخبر في الميكا ديالو، في الميكا ساعه هادي ولا ساعه وربع ساعه ملي كندير المباشر باش وصل هذا الخبر في الميكا ديالو. محمد السادس مشى عند الخالق، محمد السادس مشى، كنأكد لكم 90% بلي محمد السادس مشى. واحد العساس ديالو في باريس أكد لنا هذا الشيء، اتصل بنا قال لك أودي محمد السادس مات مشى. هادشي أنا اللي قلت الخبر يعني مع توصلت به اليوم قلت غادي نبارطاجي معكم، ما تعرف ربما يكون بالصح ربما ماشي بالصح، المهم على الاقل تكون اهلا سي فور سمير اهلا. فقلت اهلا انس غزلان مرحبا بالجميع. فقلت المهم الخبر ممكن يكون بالصح، السيد كنعرفو كيجيب معلومات ديالو. كنتكلمنا على العلاقه ديال ابا زعبره وميمي ساكسو وشحال ديال الحوايج عنده في القناه ديالو، كيستضيف الناس يعني كيتكلموا بزاف هاد المواضيع هذا. فمن سمعتها قال لك سيدي كيحلف بالله يعني اقسم بالله 90% الخبر صحيح، معلومات جاب من واحد السيد اللي هو حارس شي قصر ديال الملك في فرنسا كنظن، و يعني كياكد الخبر حتى لو كان بالصح يعني ما غاديش ينشروه دابا، ما غاديش يتنشر دابا لان لفرضنا فعلا الملك ميمي ساكسو مات عادي موقع والو، غادي يجندوا ثاني الشعوب ويبقاو يغوتوا واو 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 وغيغوتوا ويبكيوا واو 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 وغادي يقول لك واو غادي وما كاع مسوقه ليكم ما كاع صافي. ديك الساعه غادي يشوفوا شنو غادي يديروا، في غادي يجيبوا بودنين ما قلش الودنين حوحو ولا حيحي. قدر توقع شي حاجه، هو كيامن لنفسه لانه هو مع الصهاينه هما اللي كيكلوا عليه، وكتعرفوا ان في العهد ديال الجدود ديالهم في القصور ديال العلويين اصلا هما كانوا كيصفيو هاد المغاربه وكيستعملوا معابد، ومعروفه في يمات الحسن الثاني من كان باقي ديك الساعه هو باقي برهوش قال لك فيما كيمشي شي دوار شي قبيله كيعطيوه الباتول يعني كيفديوه الدريات. هادشي ماشي خضره ديالي انا قسما بالله العلي العظيم، ما غادي نزيد عليه ما غادي نقص عليه، راه في دار الحق وحنا في دار الباطل. هادشي سمعتوه انا باقي صغير، باقي صغير، الناس الكبار كانوا كيتكلموا على ان الحسن الثاني فيما كيمشي شي دوار كيهديوه باتول، الباتول اللي هي العذراء كيعطيوه بنت. شوف العقيده كي دايره بحال اران تبركوا منك، تبول فيها يا سيدينا تبول فيها يا حفيد الرسول، شوف سليل الرسول
فعيل ديال الأباليسة، فعيل ديال الشياطين، فعيل ديالاش ديال الخبثاء ديال ولاد الحرام. وحتى كاع سيدي خلينا حنا سيدي من الملك، باقي نعقل كان واحد المسلسل سميتو جنان البرمة ولا جنان الكرمة، و كانوا كيبينوا كيف السلاطين كل منطقة عندها سلطان من هنا وكذا والقايد وكذا، وكيبين شي ديال زمان. وكان من عهد ديك الوقيته كان فيما كيجي شي سلطان ولا شي واحد كيعطيو درية وبغيتي نعزب وحده. هادشي راه مدير به العمل، دولة إسلامية المغرب، راه بقعة أرض اللي جا دار فيها ما بغى، اللي جا كيمرمد، اللي جا يتكرفص علينا، اللي جا. أما القضية ديال فرنسا ومن غير فرنسا خلي داك الشيء. فالخبر سمعتو قلت نتقاسمو معاكم. راكم سمعتو واحد السلطان اللي هو جد هذا قال لك عنده ما عرفت شي شحال ديال الاولاد، عنده شي 8000 طفل ياك نولدو، وطاحن شي 3000 مرة، 3000 مرة قال لك اللي حمل. تخيل معايا هذا سلطان خدام على حجره، صافي والله العظيم حاشا الرجال والنساء كيتفرجوا، خدام على حجره، حروب ديالو هو مع الكاما، الحروب ديالو هو مع ضرب 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 ضرب، يجيبوا له وحده في الصباح ويجيبوا له وحده في العشيه، ايام ديال العطله ديالو او تمال هذا شنو فين ما كان شي وحده جيبينها او يقلب وكان دراوي مع كل احترام لدراوه، هما اصلا العلويين مخلطين مع كيشدوا راك عارف كيدخلوا عندهم كذا وهادي تخلط عندك شي ويلا ويحك وكيحك، كتعرف الحك ديالها كيحك لتحت. شكون هادي؟ دوزوا عليا. نعم مولاي، نعم شكون، نعم مولاي، نعم مولاي، جيبوا له، جيبوا لديك البقره، جيبوا له البقره. علاش يقول البقره؟ انت مريض الله يشافيك. شريف نافي، انت شريف ونافي، يا ربي تشافين. اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين، يا ربي تشافين، اللهم امين. فعلا هاد الايامات فيه شويه البرد، فالله ان شاء الله يتقبل منك ويشافينا. الحمد لله، الحمد لله. مسكين شريف، شريف ونافي، نافي مسكين، ما عليناش. اذا هادشي راه هو بغيتو تسمعوا شنو هي بقره، عارف علاش بقره؟ حيت زمان زمان كان الجمال ديال المراه ماشي في الجمال ديال المراه، كان في الغولد. المراه كتكون غليظه، كتكون عندها واحد الهيبه، شبعانه بنت الخير. دابا لا، دابا البنه في العظم، الشحمه كدير الضيقه. ما عليناش. فإلا كان الخبر صحيح نقول اللهم يا ربي في هذه الليله المباركه من الليالي ديالك انعم علينا بالحريه، اللهم ادخله نار جهنم الخالدين فيها في اللون البنفسجي والازرقاني والاحمراني والبرتقالاني والاسوداني، اللهم يا ربي احرق جلده ونمي جلده في رمشة العين، اللهم يا ربي اجعل المسمار يطلع مع دبوره ويخرج من دبوره، ما عرفت المهم راه هما راه الزباني غيديروا خدمتهم. اللهم يا ربي ارينا فيه خمجة، بغينا نشوفوا الجثة ديالو ما تدخلش في القبرة، بغينا يا عباد الله الرائحة ديالو الكريهة. نريد ان نرى الذبابة ينتشر كما ينتشر البق في فرنسا. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم يا رب اجلده، اجلده ومتعنا، متعنا بالنظرة ونحن نرى المعفون يولي خنونا. اللهم امين، اللهم امين. كل غادي يقول لي كتشفى، نعم اتشفى، اتشفى في الجيفة الصهيون الخبيثة. انت مسلم تحب الخير للصهيونة، انا لا احب الخير للصهيونة. اللهم انزل عليهم نزلا مبينا واقسم ظهره ان نصفيني اللهم امين. اي واحد تعدى على اخوتي المسلمين الله ياخذ فيه الحق، تعدى على اخوتنا في فلسطين الله ياخذ فيه الحق. قال لك رئيس لجنه القدس ما نفع بوالو، العام كامل كيحك الزيبتو غادي لفرنسا، طالع الغابون كيقلب على الباراسولات، كيدخلوا كيتحل، كيدخل الباراسول كتحل، اش هاد المصيبه؟ ما عليناش، ما عليناش. فاللهم يا ربي احشره مع فرعون والنمرود وقارون
بغيت النار تعلو في ديك اللعيبه اللي عنده البالونه. اللهم امين. كلشي كيضحكوا شوف. يعجبني هذا الدعاء. اللهم امين يا رب العالمين. بغيناه يتعذب، انا بغيت الروح تخرج داك العذاب ديال كيفاش مين كتبغي تخرج داك والو. ولا تخرج الروحه ولا تخرج، خليه يبقى تعذب في تما بحال سدره. جبد السدره والو، شد والو، هكا كان بغيت نشوفه ثاني ويقول والو. والله لا والو. اللهم امين يا رب العالمين. احنا رفعنا كفوفنا الاخوان، ديروا يديكم الاخوان، ديروا يديكم، طلعوا لي ديك المونيكات ديال الدين، رفعوا يديكم الاخوان. هنا غنعرف شكون معانا وشكون اللي ماشي معانا. ها هو ليلو رفيق، هز يدو هكاك الاخوان. فهاد الليله، فهاد الليله العظيمه يا الله، انزل عليهم، انزل على العلويين الخونه المتبرجات، خواتاتو ودوك الخوتو ودوك الخونه، سيليكون سيليكون بيبي، انزل على باباهم. اللهم يا ربي احرقهم في الدنيا قبل الاخره. احنا رفعنا يدينا ربي، ما عطيهم العذاب، ماشي مصيبه يا الشفاره اللي سرقتوا الدوله. امين. شوف الحمد لله، الحمد لله الناس كاينه. ما تقولش انا بوحدي ولا كذا كنخربق. هاهم قلت انا هادو راهم جزائريين، هادو راه مغاربه ماشي جزائريين، مغاربه. هاهم مغاربه، هادو راه اسماء قدام معنا، ناس قدام. ادعوا ما تخرج الروح. امين 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 ان شاء الله يا ربي. وهاد مين خيلي غادي يديروا بلاصتو قسما بالله ديالو، وقيت اللي خص المغاربه يوقفوا له. يا تقاد، حط السلطه، حط السوارت. مالنا احنا، عندنا هنا ملك في اسبانيا الله يعمر، هذا لا علاقه ليه مع با وداك الهبال اللي كيوقع. بخير عايشين بخير، ما يدخلنا في هادي ما يدخلنا في ديك، كم العذاب قوم. ولكن راه ما كاينش شي طاغي كيكون الا كيكونوا العبيد اللي كيطلعوه. قسما بالله لو كان المغرب ما فيش العبيد احنا نعيشوا ملوك، ولكن للاسف الناس ما باغاش، الناس باغا تبقى باغا تعيش مدلوله. الخبر الثاني، ونتمنى ان شاء الله يكون خبر صحيح، اللي هي اشاعه ديال وفاه ولا الموت ديال محمد الساكت على الحق، الله يخذ فيه الحق. الخبر الثاني هو واحد المعهد امريكي للسياسات الاستراتيجيات فيما يخص يعني العلاقات الدوليه، فتكلم على ان الجزائر وتونس وليبيا الدول التي حاصرت المغرب وحاربت التطبيع. وجدتنا القصه ديال العلويين والتطبيع اللي دار في 2020، والتدوينه ديال ترامب اللي ما بقى عندها حتى شي قيمه، وان مقابل الصحراء نطبعوا مع اسرائيل. احنا عارفين ان الحسن الثاني باع القضيه الفلسطينيه وباع العرب وباع مصر وباع العراق وباع بزاف ديال الدول مقابل الصهاينه. والحرب اللي كانت وقعت في مصر، خسرتها مصر ايام جمال عبد الناصر بسبب الحسن الثاني. وهادشي كلشي عارفو التاريخ، وكلشي باقي الخريشي يقول سيدنا سيدنا. كاين سيدنا، كاع الملكيين كيكرهوا الجمهوريين، كاع الملوك كيكرهوا حاجه سميتها جمهوريين. هادو كيفاش هما ما كاينش يحكمهم، هادو كيفاش هما زعما رجال علينا. الملكيه زوينه اليوم، هما عمر الملكيه كانت مزيانه للشعب، لان الملك ديال بصح هو اللي كاين السيف ديالو كيكون في الواجهه ماشي مخبي. شعبي العزيز، اذا تقيتوا مع اخوكم صبليوري النخه ابوسه، اعطيه يشرب الماء ويشرب اتاي، اعطيه طاق الزيت كعطيه ليه، ولا لقيتو بوليزاريو اتشيري فيه ضرب فيه باش يضربو بالقران، باش يضربو. يا شعبي العزيز، يا ولاد الكلاب، يا ولاد العاهرات، اتفقتوا درتوا الفيلم الصبليوري مساكن تابعين، قال له خرج خرجوا، وتقول لهم ايه حررناها باش بقى زيبتك باش لقيتي صبريني بوسه، ومن لقيتي فيها صبريني بوسه سير حر صبتهم ليليا، سير صبريني سير حر سير وقول لهم هزوا القران وقول سبحان نسمك مالك كنت هو الامام ديالنا. ديك الساعه ورنا بزازلك يا المعظم، وقلنا ها انا جيت انا ملك، تيش دوك ردوك ملكه سبتهم ليليا. ما قدروش يديروا القضيه ديال تولم بوسه، حيت تما ما غاديش يجي بوسه، تما غادي ويوه، تما غادي ويوه. ايوا المخير يمشي يقرب سبتهم ليليا بلا ما نفكركم في هذيك الحجره ديال اليله ليله 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 ليله
المغاربه مساكن دايرين هيه اسيدي راه ماشي حنا راه جاتني التعليمات قلصل واخا سيدي اخ وخشوا له راسه في ميكا كلهم مربوطين ربطوهم وقلصوهم بحال الحواله ما هليكوبتر ازنار صيفطهم قال لهم شكون تما وحزر عباد الله وسط المغرب جا الهليكوبتر تدوم جي تقول لي انا يا حنا دولة سير وسير بقاش تهضر بزاف داس على 13 عام عاجلين دايرين حوار صحفي مع داك هو كابيتان مسكين راجل مشى قلت لي لا جا عندي جنرال انا راح تكون في واحد المهمه لكن شوف انت ما صمت باش امور تدوز مزيانه حنا داش من امور تدوز مزيانه تاش دوكم تما ما كايناش 3 دقائق داروا لكم السينتا الصمطه الفيسو اللصاق سميتو وجلسوكم تما كتسناو ها ودي يا ودي يا ودي يا ودي على القوات الضاربه ضربكم الله رجعوا للموضوع ديالنا اذا امريكا الخبر ها هو هنا نوريه لكم كتعترف قالت لك اودي الجزائر رافضه تماما التطبيع والمقايده كانت بهادي طالما انتم بغيتوا اسرائيل مقابل الصحراء وكذا باش اذا انتم بعتوا القضيه الفلسطينيه وحتى التطبيع شوف 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 امريكا كيفاش كتفضح هذه امريكا شي كبيكه اللي الناس كيقول لك الديمقراطيه حبيبي اشنو قالت قالت لك فقط 20% ديال المغاربه اللي قالوا نعم نحن مع التطبيب ولكن 80% قالت لك لا اذا هذا الملك هذا هو الصهيوني ولد الكلبه لان اذا سيدي كطبع تشاورتي معنا حنايا الكلب باك شنو كان كيقول كيقول لك هذه السياده فما يخص البيعه هل العبوده ديال البيعه البدعه البيعه هذه سياده شعبي وشعبي هذه البيعه السياده صافي نسيت كيقول باك ان البيعه هي الطريقه باش كنسلموا السياده للملك وانت يا ولد الكلبه مع من تشاورتي تقول لهم انا باغي تولي اسرائيل ولا باغي تولي خلينا معنا حنا وحنا بينو بين البوليزاري وبينو بين الجزائر اش دخلت شي صهاينه مشيتي كطبع وتحط طبله وكدير اتفاقيه ديال الاتفاقيه ابراهيميه انت راه ولاد الحرام العلويين ولاد الحرام الجيفات الخنز المجرمون نوريك دابا اخويا نوريك دابا تشوف ها السيده شوف معايا يا حبيبي ها هو الخبر قلبوا عليه لا يقول شي واحد كنكذب عليه ها هي شوفوا الخبر التاريخ لكم التاريخ الخوت شوف ها سبتمبر 19 2023 ها انت حبيبي شوف قرا 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 اي علاش كنقولوا تحيه للجزائر علاش الجزائر وتونس وليبيا هاي تعارض التطبيع مع اسرائيل زمتات عباد الله ها هو الذكرى كانت نهار 19 في سبتمبر كانت الذكرى الثالثه للاتفاقيه الابراهيميه تثير اتفاق السلام الانقسام الاكبر في منطقه شمال افريقيا متشرمده اساسا اسمع حبيبي انا جيك حتى الاخر انا غنجيك لفان ما غاديش نجي من الاول شوف حبيبي ها انت هضرت على تونس هضرت على الجزائر انت اسمع اسمع كذلك عادت الجزائر مرارا تكرر التاكيد على رفضها التطبيع مع اسرائيل وعقب الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحده والمغرب واسرائيل الذي قيد التطبيع مقابل اعتراف بسياده المغرب وتخيل شوف شوف الشمال شوف شوف الخوانه الصحراء الغربيه اكتسبت وكيقولوا الغربيه ما كيقولوش المغربيه واخا كيقولوا الغربيه اكتسبت الحكومه الجزائريه جراه متزايده في خطابها المناهض للمغرب واسرائيل لقد استخدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاتفاقات الابراهيميه كعذر لتوضيد علاقه بلاده مع ايران ومواجهه ما يعتبره محور المغرب الاسرائيلي ليبيا وكذلك رغم كذاك الشيء اللي وقع لها حنا غنشوفوا شوف 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 قرا قرا من المستبعد كتقول هذه امريكا ان تحل منطقه شمال افريقيا نزاعتها قريبا لكن ذلك لا يعزي بالضروره الى الخلافات الناجمه عن التطبيع مع اسرائيل اولا قد تكون الحكومه المغربيه معزوله في موقفها هذا اصلا ماشي الحكومه اللي طبعات حنا عارفين ان هذاك الثقباني الثقباني كيقول لك يجب احنا التطبيع هي خياطه الوضع العظمى عظمى كتعرفوا داك القربوز ديالنا فالتطبيع هو خياطه العظمى عظمى جاني عظمى التطبيع شي جاني صهيوني وفي الاخر قالت كيف فيلمي اي ما حنا اي ما حنا ما
ماذا ولكن ما حنا لا والو. انت كلب خفتي من مني سكسو؟ خفتي لحق في قرعي؟ كون راجل واخا ندخل الحبس ولكن كون راجل. حط له زبلو قول له شوف حبيبي انت امير مؤمنين ديال من ديالنا ولا ديالهم؟ لا خويا راه ما نفرميش هادشي هذا. بغيتي طبع طبع حتى يجيب شي رئيس بلاصتي تما نحبوك وغادي نقول له هذا هو هاد السيد. ولكن من بعد كاين هنا ونحتفي بهم القضيه الفيصليه وشكون يفسد ويا الله عليك يا عرض الله عليك يا البعرور يا الخائن يا الطباع. صافي نقص من الكلام الطائح رجاء انا كنسمعوك مع الناس. مروا كتسمعني مع الناس الحمد لله. ماذا راك تتفرج فيه مع الناس الحمد لله. فقال لك سيدي انت المعزوله الحكومه المعزوله اسمع قرا في موقفها هذا لكن شعبها اقل عزله فعلى الرغم من دعم الحكومة القوي للتطبيع لا يزال عقلته ايامات العدالة والتنمية لا يزال الرأي العام في جميع أنحاء المنطقة معارضا له إلى حد كبير. وفقا للاستطلاع اسمع وفقا للاستطلاع اللي دارت ميريكان أجراه المؤشر العربي عام 2022 أيد 20% من فقط المغاربة الاعتراف الدبلوماسي لبلادهم بإسرائيل وهي النسبة الأعلى في العالم العربي. إيه مسكين و 80% ديال المغاربة كيقولوا لا. عرفت شكون هما 80%؟ هما الأحرار. هذا ماشي معناه أن 20% ماشي أحرار. أحرار ولكن خوافة جبناء من القرعة. فهمتي؟ هذه أمريكا. أمريكا شوف ماشي زوقات الكلام بحال هيسبريس الإماراتية ديال الخوانة. لا قالت لك اللي كاين في وجهك. المغاربة ضد التطبيع. هذيك هدى بالقاضي بالقاد هذيك شوف مونسيو سيدنا خاص دخل سيدنا حمشي يجيبو يشدونا هذه الشريعه ديال الجزائر حيدوا شريعه الجزائر وديرنا تيل ابيب ديال هادي الله يدير لامك يدك في عنقك يا القرده لا زلنا مجيب كري لا صوت لا صوره سير اختي قولي سيري قولي شويه قولي البرسيم شويه غلاضي قولي السيكاليم واش مزوجة سي مزوجة عندك علاقات اختي كيبان لي ما واكله والو سيري تزوجي فهمتي راه الزواج كيعاون حتى هو كينفخ شويه زوجي ديري علاقات تي هنا اسولوني انا هوديه انا مغربيه بزعطه مغربيه عارفك مغربيه شنو صهيونه مغربيه انا مغربي انا سميتي هدى هدى هذاك وحمان هو اللي فرعك. احداث الساعه سميه واعرد احداث الساعه احداث الساعه لا سمعتها تقول شي انسان كيامن بالله وراك امنها بمحمد السادس خواف جبل يلا خلو. اذا الاخوان عندنا معهد امريكي للتخطيط الاستراتيجي والسياسات الدوليه والخارجيه وما نعرف شنو الداخليه جاتنا المصران ديالنا وقالت لك ودي القضيه فيها تاكوس عندكم برتوش وتاكوس 20% ديال المغاربه هما اللي قالوا نحن مع التطبيط هما اللي كيبطبطوا يعني انت مين كتقول نعم مع التطبيع انت اصلا كتقلب على اللي طبعك اصلا كتقلب على شي واحد يقلبك شي بلاصه يبطبطها. دابا نشوف شوف هاد هاديه شا كيجي دابا الصهيوني كيقول لك ما شاء خاشخلوم خرشلوم خرش خرشلو تكسا مين كيضربك تما كد صافي جمع صافي وغادا ما كاين غير خرشلوم خرشلوم ضرب زيد. هذا هو المشكل. انت شكون هي اسرائيل اللي تقول لي انا نطبع من شكون هي في ملك الله اللي تخلي غير العرب كلهم بحال تبع انت راك تولي مدلوله صاحبي. شكون هي في ملك الله اللي تحتم عليا وتفرض عليا ندير شي حاجه والاخر ما يتبعوش ما تبع يخافوا من الجزائر يخافوا من الجزائر وقلت له سيدي قال له ذاك نعطيني هون اه بحال بحال خلاص 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 وخشي لهم هذاك اللي هي في الجاي شعره ناضت موني ميمي انا فرحانه لا تسعين فرحه لا تسعين فرحه هذا تقرر صعيبنا نحن هنا كلاب يا عباد الله كلاب قسما بالله كلاب وقع شي حاجه اكثر من علاش كنقول كلاب لا حاشا لله كلاب ارجل واشرف اوفى اما دوال اخان ديال الخلا وصافي
إخان كتلقاه تما اللي جا كيهفط عليه. تفو تفو. النقطة الثالثة ديالي هي هادي باش نختم بها اللايف. علاش أنا كنعارض؟ علاش أنا كنعارض؟ أولا لو كان بلادي زينة ما غاديش تلقاني هنايا. لو كانت بلادي زينة ما تلقانيش هنايا. ثاني حاجة، لو كانت بلادي زينة ماشي ما تلقانيش هنايا، ما غاديش نهضر كاع نهائيا. ما غادي نهضر لا انا ولا فسحة ولا بدر العيدودي ولا الاخوة اللي كاينين في دول اوروبية اخرى، ما غنهضرش نهائيا. علاش غنهضر على بلادي وانا بخير؟ لو كنت انا نقدر نخرج من بلادي بكرامة وشرف حقوق اللي يعني كتصول لي الكرامة ديالي كإنسان كمواطن في هذا الكوكب، ما نهضرش على بلادي. خرج اعطيه فيزا طلع هنا. انا اصلا عديم، عديم الوجود، لا اساس لي في الكون، لا دولة تعترف بي كمواطن سرق الزيت. مين تبغي تشوف يقول لك شكون انت؟ فين غادير تما؟ شنو غادي دير في اسبانيا؟ انا شحال كتدخل؟ لا انت محاط بقى، انت ما عندكش استقرار، انت سير بحالك. يعني انا زيرو. لو كانت بلادي على الاقل من جيت هنا تعذبت ولقيت مؤسسات كتعاونني، ما نهضرش. نقدر نقول كاين العيب تما، كنجي كنلقى العيب تما وهنا كنجيبو معايا هنا. بك صاحبي والرشوة والزبونية وما نعرف شنو، كل شي كين هنا تهوى. شي حوايج كتقول او كيفاش حنا قلنا هربنا من الوسخ، جينا ثاني كنلقاو الوسخ. وسخ باش بغيتي نسميه عقلية ديالنا. 1900 تقريبا 2000 كتفرج فينا الاخوان، اللايكات ما كاينينش. كنشكركم بزاف، شكرا على عدم دعم البث باللايك، لان تافه شي كنقول كله اخوة خاوي. من الحوايج اللي كتضحكني، انا عاود عليكم ورغم هادشي كيضحك، الناس كتقول لك نتلاقى بك ندير لك. تلاقوا بي الناس، يمكن ما عرفتوش ولكن غنقولها لكم. ما كنبغيش نحرج منهم نقول له دير معايا فيديو. اجي اخويا عيا شي جي اخويا دير معايا، اجي نديرو فيديو ونقول له اجي قول. لا تلاقيت مع الناس سلام. اجي انت هو اللي كتسب الملك ديالنا. كنقول له كنسب الملك ديالك؟ باش كنسب الملك ديالك؟ لا ولكن كتقول له كذا غادي. قلت لي شوف اول حاجه كنسولو من غير كنسب الملك ديالك، واش انت الملك شاريه؟ الا شريتي قول لي منين شريتي، انا نعاود نشريه منك. شحال شريتي نشري منك؟ لا ولكن الملك ديالنا ذاك رمز الدوله خصنا نحترموه. كلام زوين. انت مين كيتبولوا عليك وكيشدوك لا ضربوك ولا متي في اوروبا، يجي يديك كيصيفط شي واحد يجيبك؟ لا انت مين كتغوت في المغرب وكتبقى وعيب الله ورزقي ودارو ليا، كيعقل لك شي واحد؟ لا. اذا انت ماشي ملك ديالك، انت العبد ديالو المدلول اللي كاع ما كديافك. مين كنبقى نجبد له الاسئله هذه كيقول لي واه ترى كنضحكوا معاك اصاحبي. كنقول له بلاتي قلت حنا دابا صافي تلاقينا، انا ما كنعرفكش، حتى كتعرفني في اليوتيوب. نسولك سؤال وتجاوبني عليه. عمك خو الوليد، عمك يعني اقرب الناس لك عمك، بلا ما نقول اخوك. لو عمك اللي هو عمك باع وشرفك، دار لك شي حاجه تكرفس عليك، غتقول له عمي ديالي، عاش عمي حبيبي، ها هذا عمك كلتي مع طرف الخبز ودم واحد كيجمعكم، ما تعقلش عليه. وممكن تقطع اللغه معاه وما تعقلش عليه وتشهد فيه زور كاع وتنتقم منه في الدنيا. هذا عمك الملك، شنو الفرق بينك وبينه؟ الملك راه واخد كلشي ديالك، ناهبك في كلشي، وما كتقدرش تهضر. كتقول وراه ماشي انا بوحدي، راه من الملايين، علاش من نوض؟ علاش كلشي ساكت؟ ولكن تخيل معايا عمك ولا خوك ولد امك وباك، خوك الى باك توفى وقال لك هاد الارض هادي ديالكم، وخوك جا داها بوحدو، غادي يبقى فيك الحال؟ ولا تقول والله يسامحو تلعند الله حنا ما شنا والو من نول سيدي ربي، حنا بغينا غير الخبز واتاي. غتقول لا رزقي با باع لي العرض قسم معاه حقي عطيني. ما غاديش تسمح لي. هذا خوك من دمك ولحمك، ما تقدرش تسمح لي. واخوك ما تسمح.
فواحد خينا اللي ما كيربطك بيتا علاقه وساكن في 12 قصر وما كيعيش في المغرب وكيتعالج في اوروبا وتقول لي الملك ديالي ها مين كيشدوك هنا يخلي ضربوك اوروبا فين هو الملك ديالك فين هو الملك ديالك انت ملي كتجي اوروبا ما كتقولش لهم الحمد لله جيت على الارض يا رب الحمد لله يا ربي الحمد لله على سلامتنا الله الحمد لله معايا الملك كتقولها معايا الملك الحمد لله معايا الملك ياك لا معك الله سبحانه وتعالى وعندك دراعك ولا كنتي مرضي رضات الوالدين هكا ما تقولش مالك الملك فين هو الملك في هادشي كامل ملي تقتلوا دوك الجوج من الدراري مغاربه هما مغاربه فرنسيين شنو دار الملك باش جابهم انا كنسمع كنتسنط ايه ها شنو دار اخر وشنو دار اخر شنو دار اخر ثاني اه مسكين هادشي كله دارو ما في خباريش ويلي مشى برجلي مسكين حافيتين هذوك الرجلي هذوك رجيلات شريفتان الله الله وغسل واحد فيهم الله الله هادشي كلشي داروا الملك اه الملك ما في خباروش راه ماتوا جوج ديال الدراري بالعدو الجزائري طاو 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 فين هو الملك ديالنا شينا جينا هادشي كامل اللي قلت هضر عليهم خالد ولا فضيل تكلم عليهم كجزائريين داروا شي نضوا صحفي يقولوا حنا بحكم ان حنا اصول ديالنا دو جيغون اوريجينال اوريجينال دو جزائريان اجا داروا شي حاجه داروا والو ودابا انا كنسولكم شكون هو هذا اللي بلاصتي ما يعارضش عطيني شي واحد يكون بلاصتي ما يعارضش عطيني واحد بلاصتي ما يعارضش شكون اللي ما غاديش يعارض خواف جبان ولا اللي عنده مسكين والدي وخصو يهبط المغرب يشوفهم وهذاك خينا اللي عنده وليداته وكيهبط المغرب يشوف والدي نهار غادي يموت والدي ما يبقاش يهبط المغرب ونهار غادي يموت هو ولادو ما يبقاوش يمشيو للمغرب ولادو غيبقاو يصاوبوا مصبا اليوم ولا فرنسا صافي هذا ما كان فالمشكل انا ما كنقولش الناس خرجوا غوتوا ديروا فعلوا عمري ما قلت هاد الهضره هادي كنقول تهضروا حقكم اه ولكن على الاقل لا ما قدرتيش غير ما تطبلش للباطل يعني ما تجيش ضدي انا ما تحاولش تحاربني انا ان انا ما درت لك والو انا كنوصل غير لا غيضحكوا علينا غادي تشمت فينا العديان شكون هما العديان العديان هما العلويين قسما بالله العلي العظيم والله الذي لا اله سواه ديما كنقول الكلمات وكنعاودها لو رأيتم شنو شفت بعينيا قسما بالله ما تبقاو مازال تقولوا عاش الملك من تعطيكم من تحف الموقف ديال انك جبت جثة من البحر ديال طفل باقي صغير توفى هو والديه ولا يمكن علم الله واش والديه ماتوا ولا كانوا معاه ولا كان بوحده وكانوا الحوت وخلوا فيه غير الانسجة ديال رجيلاته كيديروا بحال هكا يداعبهم الماء وكتجبدو من فوق مساكين تكال اللي تكال فيه ضرب 4 أيام 3 أيام في البحر هتقول عاش الملك ديك الساعة هتقول الله ينعال بودين بابها الكلب هذه هجرة يتخليني نخرج من بلادي واللي مدلول الموت باش ندير مستقبل باش من بعد نجيب جوج الفلوس وطوموبيل نبقى نقول تيت تيت انا وطني انا احب ملكي احب بلادي انا زوين انا كنحب بلادي انا ملكي زوين ملك احسن بلاد في العالم الله عليكم الله يعطيكم شي كسيده يعطيكم شي مصيبه عارف راسك المغرب خايب وتكرفص عليك النظام ديالو ما تبقاش دير فيها بطل قول لي كاين قول على الاقل لي كاين تعذبنا وهبطنا كنشوفوا ولكن ماشي انت تبغي تلون وزبين ودوين ويك واللي يقول لي في التعليقات انت مخروم خاصك خنان بتتهبط المغرب وما قدرتيش وحاقد علينا وبغيتي تدلينا راه داير لك هو واش ندير لك انا مخروم انا والدي هنايا واحد مسكين راه دينا المغرب دفناه اش انا محروم زعما ملي كنهبط انا كيصرفوا عليا
يا الحزاق يا ربيعات الاخانات، راكم كتجيو لاوروبا هنا الاغلبيه الساحقه كيقلب كيدير باش يطلب مساعده من يكمل الشوماج. اش انا كان وكون عمرني في حياتي ما خدتش مساعده في اسبانيا. وكنعاود نقولها، في الاندلس لا توجد هناك مساعدات، كاينه ديال الناس اللي عندهم الاوراق كياخذوا الشوماج، ومرا الشوماج عندهم واحد المساعده 6 شهور. وعاش كاين مساعده ديال المراه وديال الاطفال وديال اللي عنده فاميليا اش يقول بباب هذا السميت ديالهم، فاميليا نوميروسا، هي العائله المتعدده اللي عندها ثلاثه اطفال قصيرين، ماشي ثلاثه اطفال كبار قصيرين. هادو هما اللي عندهم مساعدات في اسبانيا، هادو هما اللي كاينين. وهادشي هذا المفروض خاصو يكون في واحد الدوله اللي الملك ديالها كيربح 15 مره اكثر من الملك ديالنا. يا الحمار يا البغل يا البقرة، راه الدوله اللي فيها ملك يشد 15 مره الصالير ديال الملك ديال اسبانيا، ديال المغرب كيشد 15 مره، 15 مره الصالير ديال اسبانيا كيشدوا الاخر 15 مره. وعنده 12 قصر، هنا عندنا هنا قصر واحد 12 قصر، وعندنا جوج بحوره، وعندنا الفوسفات والذهب والروينه في منطقه الحوز واللي كيتعرف واللي ما كتعرفش. وعباد الله، راه نتوما اللي خص يكون عندكم مساعدات، راه نتوما اللي خص يكون عندكم ضمان اجتماعي، راه نتوما اللي خص يكون عندكم ضربوا المثل الاعلى تقولوا لاسبانيا ها اللي خصنا. واللي الصبليوني نتوما تجيو نجيو نحرقوا حنا هنا في بلادنا اللي عندها الخيرات، وما تقول لي علاش كتحارب سيدنا؟ انت خائن وطن، انت تجينا خير، انت انفصالي، انت استغفر الله العظيم. اش غادي نقول؟ ما كاينش يعني الاعمى، الاعمى الحقيقي هو الذي لا يريد ان يرى. ما بغيتوش تشوفوا، ماشي بغيتوش تشوفوا، انتم عارفين، ولكن ما كتقدروش على البغل، كتلحوا البردعه. احبكم في الله، ليله سعيده، وان شاء الله ان شاء الله نسمعوا اخبار زينه، والله ينتقم، والله يبين في العالم. هو الحمد لله، الحمد لله، ونشكروا ان الله لا يموت، حي قيوم لا يموت. هذه هي الحاجه الوحيده اللي صدرها بين عينيك ودنيك يا الخرياشي، ان الله لا يموت. نموت انا وغنموتوا كاملين، لكن الله لا يموت، الله لا يموت، عقل الله لا يموت. الله لا يموت. يلا نشوف ان شاء الله، تصبحوا على خير.